السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا شباب؟ تمام. الآن مخلي المحاضرة لأنها آخر محاضرة لكم أنتم، اللي عنده أي سؤال أو عنده أي استفسار يستفسر. تفضلوا يا شباب. كرر السؤال، اللي عندها أي سؤال أو عند أي واحد من الشباب سؤال يطرح السؤال. تفضل يا بشرى. لا لا، فقط اللي أنا طرحته. غير يا بشرى. أنت راجع من نظري دكتور، ما فهمت. سلي مرة أخرى أو طرحيه بشكل ثاني يا سارة. ما فهمت. أنت راجع في من نظري دكتور، ما فهمت استفسارك. وضحي أكثر يا سارة. بشرى، لحظة، بإذن الله زهراني، بإذن الله الأسئلة اللي أنا طرحتها صحيح. بشرى يعني أسئلة يعني اللي هو خلص. لا خلاص، اللي أنا أعطيتكم إياها بإذن الله. لحظة، ركزوا على اللي أنا طرحتها في المحاضرات.
لا بشاير يحيى، لا فقط اللي أنا طرحته لكم لأن مضغوط اللي هو الصيفي دكتور. والله يعني الكثير ما شاء الله عليكم تجاوبون، يعني جاوبتوا معي الحمد لله، يعني عارف مستواكم جدا ممتاز، فركزوا على اللي أنا طرحته. بإذن الله. طيب اللي أنا طرحته، اللي أنا طرحته يا بشاير، أتمنى، أنا أقصد بشاير اليحيى، أتمنى أنك متابعة لنا، متابعة معانا في جميع اللي هو اللقاءات. تفضل يا بشرى الزاملي. معلش من العام، المهم يعني الصيفي دائما يكون اللي هو مضغوط متابعة بين. هي كانت متابعة وياني تمام يا بشاير، خاصة اللقاءات الحية واللي شرحها بالإضافة إلى اللي الأسئلة اللي تتخلى اللقاءات. إذا كنت يا الزهراني متابع ويانا هذا جدا ممتاز. أماني ما فهمت سؤالك. نجري القيود تسوية في كل من دفاتر الإنشاء. الجواب خطأ، تصحيح إيش؟ ما فهمت، عدي مرة أخرى يا أماني مهدي نفس سؤالك. وياكم يا الزهراني، وياك يا بشاير يحيى بإذن الله. إن شاء الله نلتقيكم في اللي هو المنتدى اللي هو بعد الاختبار، وتشوفون إن شاء الله موفقين، إن شاء الله موفقين. دكتور سؤال المبادلة تكلفة 6800 والإهلاك 4000 المبادلة. أمس ما كنت وياني يا بشرى الزاملي، يعني حليناها كل اللي معانا الآن عارفين حلها. فلما تكون اللي هو التكلفة 6800 والإهلاك اللي هو 4000، فبتكون القيمة الآن 2800، المبادلة طبعا 2800، فسوف تكون صفرية اللي هو صفرية. القيمة الدفترية اللي هو 6800 ناقص 4000 يا بشرى، هذه القيمة الدفترية تمام. احنا بادلناه باصل والاصل كان 2800، يعني لا احنا كسبنا ولا احنا ربحنا. ليش بعد المبادلة مو صفر؟ المفروض انها تكون صفر، 6800 ناقص اللي هو 4000. تأكدي منها وارجعي لي يا بشرى. أمس إحنا أيضا مرينا عليها. لا حد يكتب على أساس بس أشرح، لا حد يكتب يتوقف. اللي هو بالنسبة إلى اللي هو المبادلة، زميلتكم تسأل عن اللي هو مبادلة، لما تكون عندنا أصل قيمته 6800
والإهلاك له 4000، تمام؟ فسوف تكون اللي هو القيمة اللي 6800 ناقص 4000، تمام؟ شوفوا كم يطلع اللي هو القيمة. أيوة حلت فيها الآن. شوفي 6800 هذه القيمة، القيمة الحين أنا رجعت لها على أساس إن تتأكدين منها. 6800 هذه قيمة اللي هو الآلة اللي إحنا نبغى نبادر بها. بالنسبة حق الاستهلاك أعطانا اللي هو قال 4000، إذا قيمة الآلة الآن تساوي 6800 ناقص اللي هو 4000، لأن هذه اللي هو الاستهلاك، فأصبح 2800 هذا قيمة الآلة. إحنا بنبادلها بأساس قيمة الأساس هذا أعطاني إياه معطى اللي هو 2800، ف2800 مطروح منها 2800 يساوي صفر. بعد المبادلة يصبح قيمة اللي هو الأساس 2800. انت فهمتيني الحين يا بشرى؟ الآن اللي هو قيمة اللي هو الآلة 6800 مثل ما طرحتيها الآن. الاستهلاك حق اللي هو الآلة 4000، فقيمتها الآن في الحالية 2800. انت الآن الآلة هذه بادلتيها بأساس، الأساس هذا 2800، فهل هناك فيه ربح أو في خسارة بالنسبة لك؟ نقول لا ربح ولا خسارة، وإنما صفر. ليه؟ لأن الفرق ما بين اللي هو الآلة اللي أنت أعطيتهم إياه وما بين الأساس 2800 مطروح منها 2800 يساوي صفر، تمام؟ يعني لا أنت ربحتي ولا أنت خسرتي. انت عطيتيهم الآلة، هم عطوك اللي هو الأساس بقيمة 2800، تمام؟ فانتبهوا وياي ان 2800 اللي انت تقولين عنها ان هي قيمة اللي هو الأساس، ليس اللي هو الربح. احنا نقصد هل انت ربحتي او خسرتي. فانت اخذتي اللي هو الأساس ب 2800، وانت عطيتيهم اللي هو الآلة اللي قيمتها 2800 ايضا. يصبح قيمة اللي هو الأساس 2000. واضحة؟ أتمنى أنه يكون واضح عندك. وأيضا أخذنا عليها اللي هو مثال لما يكون أيضا قيمة اللي هو الأساس أكثر من 2800، فرضا لو يكون 3000 أو يكون افتراضا 2700. ما نبغى نتعدى من هذه اللي انت فهمتها يا بشرى، واضح؟ يتضح لك اكثر، يتضح لك اكثر لما تضعين له الاساس بقيمه فرضا 2000، نفس المعطيات 2700، وحطي ايضا لو افتراضا الاساس اللي انت بادلتيه به صار اللي هو قيمته 3000، شوفي كم بيكون هناك عندنا ربح، وبيكون عندنا أيضا هناك خسارة، خسارة مبادلة أو ربح المبادلة. أما اللي أنت طرحتيه هذه ما فيها لا ربح ولا في خسارة، يعني قيمة اللي أنت بادلتي بها 2800 وجات أيضا أصل ثابت قيمتها 2800، فلذلك تصبح اللي هو صفرية، لا ربح ولا خسارة.
واضح يا بشرى؟ إذا كان واضح علمني. في سؤال آخر، ننتقل إلى أي أحد عنده استفسار. ما رحتك أنت معلم على يا بشرى، لا تجيبينا اللي هو الجمع، كل محتارين او كل بري، انا محتارة. لا، لان اللي وياي يعني الحمد لله فاهمينها. الدكتور كم سؤال؟ حسب اللي انا يعني تكلمنا عنه. لا بالعكس، مستواكم جدا ممتاز يعني، واحنا نحل المسائل وهذا متجاوبين وياي، فانتو يعني فاهمين، ما عندكم يعني لخبطة يعني. فعموما يعني الحمد لله، يعني الأسئلة في متناول الجميع، وبتذكروني إن شاء الله، يعني لن تكون اللي هو صعبة، لأن يعني الاختبار يا جماعة مو هو تحدي، وإنما هو قياس اللي فهمت أو ما فهمت، فهو جدا سهل يعني في متناول إن شاء الله الجميع. وحسب اللي يعني بإذن الله كلكم نجوا، وإياكم جميعا. بارك الله فيك يا إيمان، إيمان العيسائي. ان شاء الله يا بشرى. بشرى ما اخذت معي، انا منزل الصيف هذا ايضا مراجعة، مقرر المراجعة المستوى الثامن باذن الله. باذن الله، باذن الله يا بنتي يا مريم، باذن الله. يعني ما دامت متابعة ويانا يا مريم الكثير، وجاءوا في خاصة في المحاضرات الحية اللي أنا ألقيها، بالإضافة إلى الأسئلة اللي إحنا نجاوب فيها، يعني بإذن الله الإيه بلس بسهولة بإذن الله. أكيد بإذن الله. المراجعة يا دكتور هندرسها، أنت قصدك الفصل القادم؟ بإذن الله إن شاء الله، إن شاء الله.
مادة المراجعة بتكون معك يعني في الفصل الصيفي. أنا أدرس الآن اللي هي مقرر المراجعة اللي إحنا نعطيها في المستوى الثامن، فهذه مادتي حتى في اللي هو في الجامعة اللي هو مقرر المراجعة الأوديتنج الترم الأول بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يا الزهراني بإذن الله. إذا إن شاء الله نزلت وياي فبتكونون إن شاء الله وياي في مقرر اللي هو المراجعة. وأنت أيضا يا إيمان بارك الله فيك. أنت ومريم وسارة ما شاء الله عليكم متجاوبين وياي، ودائما أيضا يجاوبون على اللي هو الأسئلة. لا في كذا طريقة، لكن ركزنا على أساس اللي هو الصيفي اللي هو القسط الثابت وأيضا المتناقص، يعني هو اللي أكثر يطبقونها في الحياة العملية، خاصة اللي هو المتناقص، وإن كان فيها نوعا ما صعوبة في تطبيقها لكن يأخذون بها. يعني جميع اللي هو الشركات اللي موجودة عندنا اللي هو في السعودية من الشركات المساهمة من كذا، لو طلعتوا على القوائم المالية وشفتوا قائمة اللي هو المركز المالي بتشوفون من ضمن اللي هو الأصول الثابتة موجود اللي هو الاستهلاكات، سواء استهلاك الأثاث أو السيارات أو كذا، فأيضا يشيرون له في تقرير اللي هو المراجعة ويقولون احنا نطبق طريقة القسط الثابت أو نطبق في طريقة اللي هو المتناقص وهكذا. يعني كل شركة لها الحرية أن تختار أي طريقة ما طبعا اللي يناسبها، لأن الشركات أنتم عارفين في شركات صناعية وفي شركات تجارية وأيضا في خدمية في كذا أنواع الشركات، فكل شركة تأخذ اللي يناسبها من اللي هو طرق الاستهلاك. طرق الاستهلاك يعني لابد انهم يضعون اللي هو الاستهلاك يعني عقلا ومنطقا. انتم عارفين ان جميع اللي هو الاصول اللي هو سواء السيارات او الالات او المعدات او هذه اللي تستهلك، لان مثل ما قلت لكم اللي هو الاصل الثابت هو عباره عن مجموع من المنافع ومن الخدمات كل سنه ينقص اللي هو بالاستهلاك. فاللي هو الشركات اللي تعمل يعملون اللي هو قسط الاستهلاك لكل سنة من اللي هو السنوات اللي هو تحسبا للاستهلاك هذا الطبيعي. موفقين إن شاء الله. ما في أي سؤال يا شباب؟ فالتقيكم. دكتور جبت من أسئلة وشي؟ لا فقط اللي أنا أعطيتكم. بنك الأسئلة لا، لأني أبغى ما تحلي من شيء أو أنت ما تحل شيء إلا أنت فاهمه، فأي سؤال إحنا طرحناه حليناه جميع أنا وياكم، فلذلك أنتم مقتنعين أن هذا هو اللي هو الجواب. وإياكم إن شاء الله موفقين، الله يوفقكم إن شاء الله موفقين.
وجهك إن شاء الله بيض الله وجهك يا صاعدي. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بنتي. إن شاء الله، إن شاء الله يا فايزة، وعلى مسماك إن شاء الله فايزة هو إيه بلس بإذن الله. أنت أيضا يا الزهراني كلكم إن شاء الله. يعني هذا اللي عندي عاد الحين، الباقي الجهد عليكم بإذن الله، والجهد بيكون إن شاء الله سهل بإذن الله. نكتب لازلك اي يعني ما نبغي فقط اللي هو النجاح، وانما نبغي التفوق، ما نبغي بإذن الله. خلاص يا شباب موفقين إن شاء الله، يعني دعواتي لكم إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح بإذن الله، ونلتقيكم إن شاء الله. مثل ما قلت لكم ما أبغي أكرر عليكم زيادة، اللي هو أهم شيء اللي هو اللقاءات الحية اللي كنا نذاكر سوا ونحل سوا أنا وياكم، فركزوا عليهم بإذن الله. موفقين إن شاء الله بإذن الله، ونحن نستودعكم الله، وأملي إن شاء الله اللقاء وياكم إن شاء الله في مقرر آخر بإذن الله. فمان الله، مع السلامة، فنلتقي بكم إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله بعد اللي هو أيضا اللي هو الاختبار بعد ما تختبرون، وأيضا لقائي وياكم إن شاء الله في مادة أخرى. أتشرف، أتشرف بكم يا مهدي، وياي في المراجعة تمام. فما لله يا مهدي. أحد عنده أي سؤال يا شباب؟ يعني المنهج الحمد لله واضح، وحاولت بقدر الإمكان أنه يعني يكون مفهوم عند اللي هو الجميع. أدري اللي هو عندكم ضغط، وأدري اللي هو الصيفي دائما يكون مضغوط، فحاولت أنه يكون في فهم الجميع، وبإذن الله يعني عشمي فيكم كلكم إن شاء الله فاهمينه بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله. تمام، فهذا يعني آخر لقاء وياكم اللي هو بالنسبة للمحاضرات. لكن لو أحد عنده زي ما يقولون just in case سؤال أو محيرة أو كذا، يطرحه في اللي هو في المنتدى. أنا يعني من وقت لآخر أدخل إلى المنتدى وممكن أجاوب عليه
بالنسبة إلى لو كان عنده سؤال أو استفسار في أي جزئية إلى يأتي اللي هو وقت الاختبار. فعندكم إن شاء الله اللي هو المنتدى. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمان الله.